نموذج uh, الكتفين والرأس We are going to see the duration of the last rate hike to the next rate cut مدة الوقت بين آخر رفعة فائدة إلى التخفيض الفائدة وسنعالج ما هي السيناريوات and the scenarios if gold does push up what do you do? do you short dollar yen? إذا الذهب يكسر فوق الكتف هل تبيع الدولار مقابل الين او اور يو باي اوزي دولار ولا تشتري الاسترالي دولار خلينا نشوف باول تستيموني شهادة باول للكونغرس is going to be very important راح تكون كتير مهمة لكن بدنا نشوف إشي اللي هو we have to look at this the latest expectations of a rate cut التوقعات الأخيرة آخر توقعات لسبتمبر January and ديسمبر. كل هذه المخططات هنا طبعا قلنا هنا في الكتفين والرأس من شان تنتهي صلاحية هذا الكتفين الرأس اللي هو نموذج سلبي لازم نكسر فوق الكتف الأيسر أوكي يعني فوق 2397 -1997. لذلك بعد الوظائف الأمريكية يوم الجمعة قلنا أنه أوكي خلاص كسر السبعين الحاجز الجاي شوفها بالواتساب عندك اياها بالواتساب هنا، الحاجز الجاي عندك 95 96 سجلناها قلنا راح يوقف هون وين وقف؟ وقف هنا وين؟ 92 92 وقف اوكي وبعدين عاود عاود نزل فالان سيداتي يوسف طالما ما نكسر لانه هذا هذا ليس قصر هذه بس اتس ا ويك اوكي هذا ذيل ولا 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 ظل اوكي فلازم نكسر فوق 2300 الف وخلينا نقول 97 ولازم نكسر فوق 2400 يعني يعني بالعربي لكن السؤال طبعا هذا سيعتمد على باول خطاب باول يوم الثلاثاء اوكي شهاده باول والاربعاء لكن اهم شيء عندك السي بي اي هلا هل ماذا عن الاسبوعي؟ الاسبوعي اذا بتشوفي شيء هنا. هلا الكتفين والراس تقدر تشوفها هون على الاسبوعي. لكن طبعا اكيد كلكم عم تقولوا والله في هنا عندك دايفرجنس لانه الارصاي نازل آه والسعر نوعا ما طالع. يمكن يمكن. لكن في التداول سيداتي وسادتي مش لازم تتكل الا على التوقعات، لازم لكن ايضا لازم تكون جاهز فخلينا نقول اذا باول اكيد باول راح يقول انه بحاجه الى نحن بحاجه الى ارقام اكثر ودلائل اكثر لكي نتقدم بتخفيض الفائده انا اعتقد انهم سيخفضوا الفائده سبتمبر ولا نوفمبر اظن الحين يعملوها بسبتمبر بس خلينا نشوف اذا لا لا هلا اذا السي بي اي هنا سيكون اقل من التوقعات شايفين هنا السي بي اي لغدا اذا سياتي يعني بدك تشوف هنا الاكس فود اند انرجي متوقع انه سيبقى كما هو 0.2 فاذا يبقى كما هو لازم تركز على الشهري باستثناء الطاقه والمواد الغذائيه والسنوي باستثناء الطاقه والمواد الغذائيه إذا يبقى 3.4 ولا ينزل فهذا سيكون جيد الذهب ولكن إذا يكون جيد الذهب ونروح إلى 2400 ونبقى فوق 2400 فكيف تحوط حالك؟ هل تبيع الدولار مقابل الين؟ أوكي؟ اللي هو شايفين كيف؟ كل ما ينزل يقترب إلى متوسط ال21 يوم، فإذا صارت هون وصارت هون وصارت هون، كل ما يكون عندك قمة وهبوط لازم يروح إلى متوسط الـ 21 يوم، فهذا يقول لك إذا السي بي اي راح يكون ضعيف ولا حسب التوقعات والذهب راح يطلع انت راح تكون خسران اذا انت انت بايع الذهب فاذا انت اذا انت بايع الذهب كيف بتحوط يمكن تبيع دولار مقابل ين وين تستهدف فيك تستهدف 159 وهنا 40 ففيك تستهدف 160 ولا 109 uh, uh, 159 uh, 50 ولا تشتري الاسترالي مقابل دولار كمان مره اخرى شوفوا هون في الواتساب قلنا الاسبوع اللي فات قلنا راح نشتري الاسترالي مقابل دولار وفعلا فعلا ايش صار؟ كسر القمه المقاومه هذه والان يسعى الى 68 وفي شيء ثاني سيداتي وسادتي اللي لكم اياه انظر سيداتي هذه كانت اخر رفعه فائده كانت في يوليو العام العام اللي فات المسافه المده الوقت بين اخر رفعه فائده والان كم شوف اقرا هون خمسين اسبوع لكن في اخر رفعه فائده في 2006 كانت في حوالي يونيو اول تخفيض فائده مع الكرايسس ولا مع الـ الـ الازمه اللي صار في 2007 مده الوقت سيداتي وسادتي بين اخر رفعة واول تخفيض كان كم 62 اسبوع كم صارت الان احنا صرنا 50 اسبوع منذ اخر رفعه 60 ما ناقص 50 يساوي 12 12 اسبوع مقسومة على أربعة أسابيع اللي آه، هي شهر تعطيك ثلاثة أشهر، نحن الآن في الشهر الـ الـ السابع زائد ثلاثة ما فيه رفعت ما فيه أي لقاء في أكتوبر فهل سيكون سبتمبر أو نوفمبر؟ نوفمبر ما يقدروا يعملوا بالفائدة لأنه في عندك الانتخابات أوكي؟ ف يمكن ديسمبر لكن ما يهم هذا الكلام خلينا نأجله لكن اللي بهم سيداتي وسادتي انه الذهب ما زال محتفظ بنموذجه اوكي والدولار مقابل الين يا بيعه يا شراء الاسترالي هو افضل تحوط لهؤلاء الذين عندهم صفقات بيع الذهب اكثر من شراء الذهب هل هذا واضح